ولو قال قائل إن وطئ دون الفرج يعني لم يجامع فما الحكم؟ قلنا هذا ما يسمى بالمباشرة وهو المحظور التاسع. فقال بعض العلماء إن أنزل يفسد حجه وعليه بدنه، وإن لم ينزل فعليه دم. والصواب أنه متى ما باشر قبل التحلل الأول أو بعده أمنى أو أمذى أو لم يحصل لا مني ولا مذي وكان بشهوة فإن عليه فدية محظور. أما ما ذكر من فساد الحج وإلزامه ببدنه فلا دليل عليه.